تتواصل فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران بنسخته الخامسة لليوم الثاني على التوالي، وسط عروض جوية متنوعة وحضور جماهيري كثيف. ويعتبر المعرض لهذا العام الأكبر من حيث حجم المشاركة والمساحة التي خصصت للشركات والمؤسسات العارضة. وتكمن أهمية هذا الحدث العالمي في الترويج لمملكة البحرين كبوابة مهمة للسوق الخليجية في كل ما يتعلق بقطاع الطيران الإقليمي والدولي، وهو ما ظهر بوضوح في حجم المشاركة والحضور للمعرض بنسخته الحالية. ما إن امتلأت سماء قاعدة السخير الجوية من جديد بأزيز طائرات مختلف الفرق الجوية الاستعراضية، حتى أذن لفعاليات اليوم الثاني لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 بالكشف عن نفسها أمام العدد المضاعف للجموع التي قدمت إلى أرضه لعدم تفويت الفرصة عليها في تذوق أمتع اللحظات والعيش بتفاصيل متنوع الأنشطة والفقرات المثيرة. إنه لشرف كبير لنا أن نشارك في هذا المعرض لتقديم منتجنا والمتمثل بطائرة من نوع إليكلابس 550، وهي طائرة خاصة بامتلاك الأفراد لها. شيء حلو طيب، يعني كعرض الطيائر كعالم الكويت السعودية والإمارات، يعني الصراحة أبدعوا. معرض وايد يخلي البحريني يفخر بأنه في البحرين شايهلون، ومثل كل سنة طبعا وايد وناسة، وايد تشوف الطيارات، ما أعرف عني أنا عن نفسي وايد استانس يعني كل سنة. تنوع بين الطيارات العسكرية والطيارات المدنية، ما شاء الله شركات بعد عالمية جاية من الأنجن محركات الطيارة اللي هي، وغير ذي بعد طيارات ما شاء الله روسية بريطانية إيطالية. إلى جانب محاكاته للغة الاقتصاد والاستثمار، فإن المعرض حرص على تقديم عدد من المؤسسات التعليمية البحرينية وعرض ما لديها من نماذج وابتكارات لنخبة من الطلاب البحرينيين عنيت بكل ما يتعلق بمجال الطيران من قريب أو بعيد. هاي الساعة عبارة عن ساعة بتحاول إنها قدر المستطاع إنها تراقب كبير بالسن، تقيس قياسات ضغط، حرارة، دقات قلب، أشياء هاي، وكلها أي قياسات غير طبيعية بتروح تبعث على أبليكيشن الكير تيكر اللي هو مثلا ابنه أو الدكتور تبعه. تعرض الجامعة الملكية للبنات في زاويتها في المعرض البحرين الدولي للطيران المشاريع الطالبات في التخصصات ذات العلاقة والتي تساهم في رفد سوق العمل بالخبرات المطلوبة. عندنا مجموعة مشاريع في مجال تصميم المطارات في قسم الهندسة المعمارية، وعندنا مشروع فائز بجائزة شارك فيه أحد الطلاب، مشروع متميز وصمم يعني على أحدث المعايير. قوة الحرس الوطني البحرينية ومركز الإمارات وكباقي العارضين جاءا بابتكاراتهما ليفلحا في تقديم ما أنتجته الأيادي المحلية من آليات ومعدات وأسلحة عسكرية تنافس بقدرتها المنتجات العالمية. احتوت المنصة على مدرعة للعمليات العسكرية تخدم القادة في اتخاذ القرارات السليمة أثناء العمل، احتوت على العيادة الميدانية لتوفير كافة الخدمات الطبية في الميدان، احتوت على أنظمة إلكترونية تعنى بالحوكمة الإلكترونية. عندنا طيارة البلاك هوك اللي هي طيارة الجناح المتحرك، نفس الشيء عندنا صيانات داخل الطيارة وهيكل الطيارة من برا، وحتى محركات الحين أضفنا تقنية جديدة أو صيانة جديدة للمحركات T700 engines اللي هي محركات طيارات الجناح المتحرك. وعندنا طبعا الطيارة الأخيرة اللي هي طيارة F-16، الطيارة طبعا هاي تمتاز بقوة كبيرة جدا ومعروفة على مستوى العالم. باقة من التفاهمات العسكرية والتجارية يمضي معرض البحرين الدولي للطيران على إنفاذها في يومه الثاني، ليتسع نطاق الاتفاقيات والصفقات الاستثمارية بين مختلف الشركات العالمية الحاضرة وبقوة بمنتجاتها وبالخدمات التي تقدمها. تجربة لم أحتاج للتفكير ولو للحظة من أجل المضي بخوضها، تجربة التحليق الفعلي على متن طائرة خاصة تثير حوافزك الشرائية لامتلاك واحدة منها. بالفعل جميل أن تكون ثرياً. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.